أغراضيوس. عضو مجلس جهة البحر والذهب، رئيسة لجنة الثقافة الحسانية والتراث. إذا في إطار دعم مجلس جهة البحر والذهب للثقافة بصفة عامة وللثقافة الحسانية بصفة خاصة، وبما أننا أيضا في شهر رمضان المبارك، أبى مجلس جهة البحر والذهب إلا أن يحيي ليالي هذا الشهر المبارك من خلال تنظيمه بشراكة مع جمعية الطرب الحساني والفنون العصرية هذا الملتقى الدولي لمدح خير البرية، والذي الآن نحن بصدد افتتاحه. هذا الافتتاح الذي كان أهم ما ميزه هو الإقبال الكبير لساكنة الداخلة ولساكنة جهة الداخلة وادي الذهب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ساكنة هذه الجهة هي ساكنة راقية جدا وساكنة شغوفة بكل الأنشطة الثقافية والأدبية والدينية والترفيهية، والذي سيعمل مجلس الجهة من خلال لجنته الثقافية على تلبية هذه الحاجة، الذي أيضا تخدم إشعاع وتساهم في إعطاء إشعاع للمدينة. وكما هو معلوم فهذا الملتقى سيستمر على مدى 5 أيام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.